السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خاوتنا اللي وصاونا على الجورجا، مدخلوني زوج حبات جورجا في البارفا دائما. هذا رم هنا منتوج جزائري، منتوج سطايفي، يعني كما راكم تشوفوا زوج حبات غورجا لي زونغل، فيهم ويت اونغل في زوج، كاين فيه كولي، كاين اللي مازال ما بانش، كاين اللي في عمره 3 اشهر وكاين اللي في عمره شهرين. خاوتنا ومرحبا بالجميع. ملاحظه برك خاوتنا، بارك الله فيكم. ماذا بكم خاوتنا ما يزيد واحد، حتى واحد، حتى انسان يبعث لي صوره طائر ويقول لي هذا بقداه، والله هذا بقداه. ما ناقصينش مشاكل خاوتنا، كل واحد يعرف سلعته وكل واحد يعرف منين يشري. خويا تثق في عندك ثقه في مربي، راح تشري عليه طائر ما كله تبعث لي انا صوره وتقول لي بقداه يدير هذا، ومن بعد تروح تضرب كلامي بكلامه. خاوتنا بارك الله فيكم، فوتونا من الحكايه هذه. انا شخصيا مانيش راح نزيد نجاوب على حتى انسان يبعث لي طائر يقول لي بقداه يدير هذا، ولا بقداه سومت هذا، ولا بقداه سومت هذا. والله يساوم حاجة عندي يقول لي مثلا بقداها الجورجة هذه، نقول له مثلا انا سعر طا، وبعد يقول لي بعد يقول لي باللي راه عندي جورجة للبيع. هذا سوء ادب والعياذ بالله. عندك حاجة تحوس تبيعها مباشرة قول لي عندي جورجة نحوس نبيعها، ما تقوليش بقداها راك تبيع في الجورجة وبعد تقول لي عندي حبة جورجة نحوس نبيعها. هذه عقلية انا شخصيا مانيش راح نشري عليك بالصفه هذه، والله تبقى غير انت. وهذه هي برك، حبينا نوضحوا الامور لخاوتنا وبارك الله فيكم. واحد ما يزيد يبعث لي طائر ويقول لي بقداه سومته هذا، واحد ما يزيد يبعث لي طائر، مانيش انا اللي راني ندير في الاسعار. خاوتنا انا تاجر، انا مربي بصفه اولى ومن بعدها تاجر، تسمى على بالي واش تسوى السلعه، على بالي واش نقدرها، على بالي بقداش شاريها. ندير لا مارش تاعي وندور خاوتنا، وماذا بينا خاوتنا كامل يستفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.